الأولى باتجاه وقف مثل هذه الحوادث، وايضا انهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، لئلا يضطر المواطن الغلبان لكي يدخل الباطن الارض مره اخرى ليدخل قوت اليوم وحليب الاطفال. لا، بكل صراحه المطلوب فتح تحقيق من قبل السلطات المصريه واعلان النتائج على وجه الملا، ونحن لا نخشى من النتائج. ولماذا لا يفتح تحقيق وعندئذ كل متسبب وكل مجرم يقف وراء هذا الحادث عليه ان يقدم العداله الفلسطينيه؟ هذا كلام قانون وكلام منطقي وكلام بالتاكيد عقلي بعيدا عن اي رادح اعلامي. طيب دكتور اللواندي، لماذا لا تقوم السلطات المصريه بفتح تحقيق واعلان النتائج على وجه الملأ كي تثبت بانها يعني ليس لها اي علاقه في مثل هذه الاحداث؟ يا سيدتي، بدايه ما دام الاخ المشير المصري عاد الى لغه العقل فنحن معه بلغه العقل، هذا اولا. ثانيا، مصر لا تاخذ اوامر من احد ولا تعمل بمقتضى اجندات تفرض عليها من قبل هذه الحركه او تلك او هذه المقاومه او هذه الدوله او هذه الامبراطوريه. مصر نفت ان يكون لها اي صله بشكل او باخر بهذه الواقعه، وان هناك تدمير حدث او هناك تم هدم او تهدم جسد النفق. هذه نقطة مهمة يجب أن تضع في الاعتبار. لماذا تكذيب مصر؟ يعني لماذا؟ وعمل وهو يتحدث عن 140 شخص، هو ومنهم 40 إلى آخر، و10,000 الموجودين في السجون الإسرائيلية، ماذا قال عنهم الأخ العزيز المشير المصري؟ لم يقل أي شيء. لماذا دائما وفي هذا المكان خرجت قبلا ودائما الأخ المشير يرشق مصر وأنا أرد هذا الرشق؟ يا أخي، ليس من مصلحتنا، قضيتنا العادلة هي قضية الشعب العربي الفلسطيني. خلاص. النقطة الثانية، أنه بالفعل العدو الحقيقي لنا جميعا يا أخ مجير أرجوك أتوسل إليك هو إسرائيل وليست مصر وليس الشعب الفلسطيني. النقطة الثالثة، أنا أستاذ في كلية الإعلام، أدرس حاجة اسمها أسرلة المصطلحات الإعلامية أنت تستخدمها. أنا لا أقول أن هناك حكومة حماس في 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 غزة، أنا أقول سلطة فلسطينية في غزة. الحديث عن وزارة الداخلية في غزة حكومة مقالة، وزارة الدفاع، وزارة شؤون اجتماعية، يا أخي أنا لا أسمي هذه المسميات، أنا أتحدث عن سلطة فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية، لأنه خطابك يا أخ مشير لا يخدم إلا المصطلحات الإسرائيلية والأسرلة التي زرعتها فيه. طيب أرجو أن تبقى معي طبعا سيد دكتور اللواندي، سأعود إليك، ولكن انضم إلينا الآن من باريس الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم المناع. أرحب بك معنا في هذه الحلقة دكتور مناع. تجديد الحصار على غزة، إقفال الأنفاق بهذه الطريقة بضخ الغازات السامة، ألا يخالف ذلك كل المواثيق والشرعة وشرعة القوانين الدولية والحقوقية؟ بحب أقول أولا أنه من حيث المبدأ اقتصاد الأنفاق وضع غير طبيعي، يعني لا يمكننا نحن أن نعتبر أن الدفاع عن اقتصاد الأنفاق مهمة مناضلي حقوق الإنسان أو مهمة من يعمل من أجل الإنسانية ومن أجل كرامة الإنسان. كرامة الإنسان والإنسانية تتحقق برفع الحصار الجائر الذي لا يوجد أي مبرر أو أي قرار، لا من مجلس الأمن ولا من الجامعة العربية ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من أحد، من أجل فض هذا الحصار. إذا المشكلة الأساسية أننا أمام وضع غير طبيعي أوجدته الضرورة القصوى، والضرورة القصوى في الشرع تشبه يعني تذكرني بالآية القرآنية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وفي القانون الدولي اسمها ممارسة حق الدفاع عن البقاء. وبالتالي نحن أمام حالة طارئة اسمها حق الدفاع عن البقاء، ليست هي الشعار الأساسي لنا كحركة حقوق الإنسان. طيب دكتور المناع، كيف يمكن رفع هذا الحصار؟ أولا أظن بأنه يجب رفع التخصيص المصري للقضية، يجب تعريض الموضوع وخلق جبهة من الدول المؤيدة للحق الفلسطيني في العالم، وهي أكثر من 80 إلى 90 دولة على الأقل، تكون مع قرار يحمي رفع الحصار من قبل السلطات المصرية. لأنه كمان نطلب من السلطات المصرية تتحمل وحدها التبعات السياسية لرفع حصار من معبر تم الاتفاق عليه مع الرباعية، هذا يتطلب موقف دولي على الأقل من دول الجامعة الإسلامية والجامعة العربية، وإلا ولكن يعني الحصار له أكثر من 1000 يوم دكتور المناع، يعني والجامعة العربية تقف
صامتة وغير الجامعة العربية أيضا. أنا أظن بأن هناك استراتيجية عمل غائبة. هذه الاستراتيجية من الأحزاب السياسية التي تعمل اليوم صارت تتحول للحزب السياسي عنا لجمعيات إغاثة. نعم. صار يتكلم في حقوق الإنسان ما يتكلم في المشروع السياسي. ما عندنا أي لوبي من الأحزاب السياسية العربية التي تطالب برفع الحصار يتحرك في أوروبا أو يتحرك في العالم ليقول بأن هناك أكبر حصار جائب في التاريخ وأكبر سجن في العالم اسمه قطاع غزة. نحن للأسف أمام غباء أو على الأقل غياب نظرة استراتيجية للعمل السياسي من أجل الحقوق الفلسطينية. قزم هذه الحقوق إلى شعارات أحيانا غير عملية أو إجراءات إغاثية، وهذا لا يمكن أن يحل وضع حصار غزة. سياسية ومدنية تبدأ بالمنطقة وتنتهي في العالم. نعم، أشكرك من باريس عبر الهاتف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم المناع على هذه المشاركة. أعود إليك سيد مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية. يعني سمعت ما تفضل به السيد اللواندي بأنه عندما يتحدث عن قطاع غزة يتحدث عن السلطة الفلسطينية يعني بشكل عام، مما يعني أن أي تقرير يصدر أو قرار عن وزارة الداخلية هو غير يعني غير شرعي. يعني أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى من يعترف بنا أو لا يعترف بنا. نحن ممثلون عن الشعب الفلسطيني، وأنا عندما أتكلم نيابة عن الشعب الفلسطيني باعتباري عضو برلمان فلسطيني وحماس تشكل الأغلبية البرلمانية، وبالتالي لسنا بحاجة اعتراف أحد. أرجو مرة أخرى بعيدا عن لغة الردح الإعلامي وبعيدا عن شخصلة الأمور الحديث بشكل منطقي وبشكل عقلي، وأن نتحدث عن الجريمة الكبرى المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وهي 1000 يوم من الحصار. نحن تحدثنا مرارا عن قضية الأسرى، وعانى شعبنا وقياداتنا وأبناؤنا الأسر في سجون الاحتلال، ونحن نشكل رأس حربة دفاع عن مشروع الأمة أمام الحلم الإسرائيلي بدولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات. ونحن بفضل الله عز وجل مع كل قوى المقاومة استطعنا أن نخرج العدو الصهيوني من قطاع غزة، وبالتالي نحن نعتقد أن مشروع الجهاد والمقاومة وأننا نقدم خيرة قادتنا وخيرة جندنا على مسرح الشهادة وعلى مسرح الأسر في سبيل تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المغتصبين. لكن أعتقد أن قضية فلسطين ليست قضية فلسطينية محضة، بل هي قضية عربية وقضية إسلامية، وينبغي أن يقدم لشعب الفلسطيني الذي يذبح أمام آلة الدمار الصهيوني على الأقل أن يرفع الحصار عنه عربيا، ليتخذ قرار عربي جريء ومسؤول بفتح معبر رفح ولمرة واحدة دون أن يغلق، ودون أن يضطر شعبنا لأن يموت بالقصف بفعل الطائرات الصهيونية وهو يبحث عن قوت اليوم، أو برش الغاز السام وهو يبحث عن حليب الأطفال، أو بانهيار الأنفاق أمام هذه الحالة المزرية. أنا أعتقد أن المطلوب إنهاء هذا الحصار بقرار عربي جريء ومسؤول لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة. ونعتقد أن البوصلة واضحة لحماس ولكل شعب فلسطيني هو نحو العدو الصهيوني، ولسنا بحاجة إلى فتح معارك جانبية. ونحن نعتقد أن الأمة العربية والإسلامية مطالبة ودينيا ومطالبة شرعيا ومطالبة أخلاقيا وقوميا وإنسانيا أن تساند الشعب الفلسطيني وتعزز مقاومات صموده وثباته، لا أن تحكم قبضة